نروح مع حضراتكم سريعا للتفاصيل، وهنبتدي تفاصيلنا بالاخبار المحليه من الفجر اللي قالت ان اكد هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر ان الجهاز الفني بيعمل بشكل منتظم مع كل مرحله وبيتابع جميع اللعيبه محليا وخارجيا. قال رمزي: نقوم بعدد من الزيارات في اكثر من بلد لمشاهده اللاعبين. محمد ناجي سافر للسعوديه، تيتو جارسيا في قطر، وانا ذهبت لليونان. واكمل: نقدم تقارير عن اللاعبين المحترفه والمحليه، وسيكون هناك اجتماع اول مارس لاختيار القائمة المناسبة بعد رؤية التحليلات والتقارير. وقال كمان: هيكون هناك فرصة لانضمام بعض اللاعبين الجدد لتوسيع قاعدة اختيار اللاعبين بشكل أفضل، ويكون هناك خيارات متعددة.